وقعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة أعمال شبكات الطرق وخدمات البنية التحتية لثمانية عشر ألفاً وخمسمائة وتسعة عشر قسيمة سكنية بمدينة المطلع بمبلغ 216 مليون دينار مع إحدى الشركات الصينية. استكملنا عقود البنية التحتية يعني لجميع الضواحي في مدينة المطلع، وهذا العقد الثاني يعتبر هو من أكبر العقود في تاريخ مؤسسة العامة للرعاية السكنية، وأيضا من أكبر العقود في مشروع المطلع تحديدا. تكلفته 215 مليون دينار. ما في شك يعني تعاون مستمر مع أخواننا أعضاء مجلس الأمة، ونحن نكمل بعض الحقيقة ويعني مع أخواننا في أعضاء مجلس الأمة. كثير من القوانين اللي تم تعديلها مع المجلس السابق وأثرت بشكل إيجابي، ومنها تسريع يعني عجلة توقيع العقود. المطلع تحتوي على خدمات عديدة تحدث عنها مدير الرعاية السكنية. هذا العقد المختص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية ل 18519 قسيمة موزعة على 8 ضواحي، كل ضاحية تحتوي على 2300 قسيمة. يشمل المشروع كذلك إنشاء 462 محطة كهرباء، قيمة المشروع حوالي 216 مليون دينار كويتي. مدة المشروع ستكون على مرحلتين، المرحلة الأولى مدتها 24 شهر، سيتم فيها تسليم وإنجاز 12200 قسيمة سكنية. المرحلة الثانية تليها بستة أشهر، وسيتم فيها إنجاز وتسليم باقي القسائم اللي هي 6300 قسيمة.